نقف مع آية من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية اتخذها عباد الأوثان ودعاة الشرك والوثنية في ترويجهم للباطل، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 64، قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها أنه أرسل الرسل ليطيعوهم أقوامهم ومن أرسلوا إليهم، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن الله جل وعلا لما يرسل الرسول إلى قومه فإنه يوجب عليهم طاعة هذا الرسول، وأوجب هذه الطاعات التي يجب على الأقوام أن يتبعوا فيها رسلهم هو الإنقياد لشرع الله جل وعلا والأخذ بوصية الله التي وصى بها الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى وصى هؤلاء الأنبياء بوصية واحدة، فقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر مقتا على المشركين، كبر على المشركين مقتا أن ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فربنا الشاهد من ربنا قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله جل وعلا للرسل أنهم يأمروهم بإقامة شرع الله تبارك وتعالى، وكل الرسل متفقين على أصل واحد وهو أصل دين الإسلام. بعد ذلك بتختلف الشرائع العبادات في كيفياتها وفي أزمانها وغيرها، لكن الأصل واحد وهو عبادة الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي هنا في العبادات وكيفياتها وأزمانها وهكذا، ولكن الأصل متفقين عليه هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا، زي ما ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده أصل دعوة الرسل، ويزول بخالف الدعوة دي يا أخوانا، ده زول ما ماشي على منهج الأنبياء، ده زول بغش المسلمين ساي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا ليس منا، بغش المسلمين ما على ملة النبي عليه الصلاة والسلام وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة الرسل هي الدعوة للتوحيد. أول ما تبدأ به الدعوة أن تدعو الناس إلى أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ودي وصية ربنا سبحانه وتعالى لجميع الأنبياء. فربنا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الجزء الأول من الآية. الجزء الثاني الفيه موطن الشبهة، ربنا قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أصحاب الباطل الليلة وفي زمننا ده بيجوا يحاجوا الناس بحجج. زمان كانوا يقول لي يشتموك شاي ما بحاجك، يقول لي يا أخي توجههم قروش من السعودية، فهمت؟ وإنتوا خامسية وإنتوا وهابية ما بناقشك، لكن الليلة في زمننا ده بيجوا يجيبوا لك حجج، لكن حجج واهية. والحجة اثنين يا أخوان، إما حجة على حق وإما حجة باطلة، والاثنين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه تبارك وتعالى. من الحجج، من الحجة الباطلة، الدليل ربنا قال عن إبراهيم، عن قوم إبراهيم، قال: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. فالشاهد هم حاجوا قوم إبراهيم، حاججوا إبراهيم، ولكن هذه الحجة ضاحضة زي ما ربنا قال: وحجتهم ضاحضة. والنوع الثاني الحجة، حجة الحق والبيان، زي ربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكرها وأعطاها لإبراهيم عليه السلام. ربنا قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالحجة ممكن تكون باطلة وممكن تكون حجة حق، عرفتها؟ فالليلة أصحاب الباطل أصحاب دعوة الشرك والوثنية زي عباد القبور الليلة هنا، البدعوك لعبادة الموتى والمقبورين، حمد المنتصر عندنا في البلد دي
حامد بابكر الخنجر غيره بيجوا لك الحجج دي عشان يجوزوا لك الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمت الكلام ده؟ يجيبوا لك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى أو أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فهموها فهم باطل، ما فهموها على مرادها. وإما يجيبوا لك أحاديث باطلة، عرفتها؟ هي ما صحيحة، عشان في النهاية يدخلوك في الشرك. فقالوا الآية دي ربنا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قالوا دي فيها دلالة على إنك تتوسل بالميت، تمشي تدعو الميت، ما في نهاية ودار يوقعك في الشرك. والوسيلة موجودة في الدين، الوسيلة موجودة، الوسيلة الشرعية، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن، ربنا قال وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وربنا قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، دي موجودة في دين الإسلام، وهي معناها كما اتفق عليه المفسرون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه، كما قال مجاهد والزبير وقتادة والسدي وغيرهم. ونقل هذا القول ابن كثير في تفسير هذه الآية 35 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، موجودة في دين الإسلام. فقالها هذه الأقوال التي قالها هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيها، ده إجماع، إجماع بتاع علماء كبار يا زول، تخيلهم ده زي الناس أحمد منتظر، ده ما علماء، ده العلماء ضلال، علماء لكن علماء ضلال. فالوسيلة موجودة وهي ثلاث أنواع ومعروفة، أن يتوسل الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى، ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، أنت عملت عمل صالح أخلصت نية لله تبارك وتعالى تدعو ربنا عز وجل بهذا العمل وربنا يتقبل منك. والشاهد على هذا كثير في السنة وفي قول الله تبارك وتعالى في القرآن. وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، ودي ده النقل عندها هنا، دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، زول تحسبه انه صالح او تحسب فيه الخير والصلاح، تمشي تقول له ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى. وان كان بعض العلماء قالوا الانسان ما يكثر من النوع ده، فهمت؟ لانه الدعاء ده عباده، الدعاء ده عباده، لما انت تخليها كثيره يا فلان ادعو لي، انت كده خليت العباده دي او تقلل منها، فهمت؟ فانت لما تدعو ربنا سبحانه وتعالى براك عبدت ربنا في المقام الاول، عبدت ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، بعدك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك، دعاء الرجل الصالح الحي القادر. طيب عباد القبور بيقول لك الآية دي فيها دليل على إنه زول يتوسل بالميت، زي ما جابوا في الأثر الذكروه أو ذكره العلامة ابن كثير في تفسير الآية دي، وفعلا جابوا ابن كثير في الأثر، الأثر ده جابوا ابن كثير، وهو أن رجلا اسمه العتبي كان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي وأراها ناقته ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت الله يقول أو قرأت قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية، قال فجئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا ذنبي، ثم أنشد بيتين، قال يا خير من دفنت بالقاع عظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، ثم ذهب. قال العتبي قال فأخذتني غفوة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا عتبي الحق الأعرابي وقل له إن الله قد غفر لك، ده الأثر كده جابه ابن كثير. طيب أول حاجة ابن كثير نحفظ له مكانته، وهو عالم من علماء الإسلام وإمام من أئمة الهدى والدين رحمه الله رحمة واسعة، لكن إيراده للأثر هذا ليس فيه دليل على التوسل بالميت ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه دليل. ليه؟ لأن أول حاجة ده يخالف صريح القرآن وصحيح السنة النبوية، ونحن أخواننا ما بناخذها أخواننا إذا خالفت قول النبي عليه السلام أو قول الله تبارك وتعالى، ده بنرد طوالي، يرد كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أورد ابن كثير ده ما حجة ولا دليل على إنه تتوسل بالميت. طيب العلماء ردوا على هذا الأثر كيف؟ أولا هذا الأثر عن رجل مجهول، الأعرابي ده مجهول، من وثق الأعرابي من علماء الرجال؟ في كتب رجال زي ميزان الاعتدال للذهبي، تغريب التهذيب للحافظ ابن حجر والحافظ المذي، عنده أيضا كتاب في الرجال، فمن وثق هذا الرجل؟ الأعرابي ده وثقه منه؟
ما بتلقى. عشان كده الصوفي لما يجيب لك الأثر ده عشان يحاجك قول له أول حاجة وريني العربي ده هو اسمه منو ذاته اسمه منو عرفته والعلماء قالوا هو شنو دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية العتبي ذاته مجهول. العتبي ذاته راوي القصة مجهول أيضا ليس له توثيق في كتب الرجال كما قال العلامة محمد بشير السهسواني في كتابه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان قال العتبي ده مجهول والأعرابي مجهول. والحاجة الثالثة الأعرابي ده شاف في النوم شاف في المنام إنه النبي عليه السلام جاءوا وقال له الحق العتبي إن الرسول جاءوا في النوم وقال له الحق الأعرابي وقال له ربنا غفر لك. فهل نحن ديننا بناخده من النوم؟ ديننا بناخده من الرؤى المنامية؟ ما بناخده من النوم. ربنا سبحانه وتعالى ورانا بناخد ديننا من وين؟ من الكتاب ومن السنة. ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإحنا ديننا بناخده من مصادرنا ربنا ادانا ليها كتاب وسنة. ما بتقول لي أنا شفت في النوم. وده دين الصوفية الليلة. دين الصوفية الليلة زي ما قال أحمد التياني عرفته جاب له عبادة كاملة عبادة كاملة ذكر تتعبد له لربنا سبحانه وتعالى. والتيجانية من العصر الليلة ده الجمعة من العصر للمغرب بيتعبدوا بالذكر ده فهمت؟ وده باطل. قال جاءني جدي رسول الله وأخبرني بأن الواحد من صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة ده في النوم بس عبادة كاملة نشيله من النوم. وذاته يناسي طيب لو بيقى الدين ده بالنوم يا أخوانا ممكن أي زول يجيب له دين براو أي زول يجيب له دين براو. أنت ما بتحلم أنا برضو بحلم فلان بحلم أي زول بحلم الليلة يجيب لي ذكر بكرة يجيب لك ذكر. أنت ذاته جيتني الليلة قلت لي جاك الرسول عليه السلام في النوم وداك عبادة صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. أنا بجيك بكرة بقول لك حلمت في النوم برضو الفيصل شنو بعدك بقول لك حلمت في النوم إنه الرسول جاني قال لي يقول لهم صلاة الفاتح دي بدعة. أها بجيك أنا ذاته بقول لك الكلام بعدين يقبل فيصل بيننا شنو عرفته الفيصل بين الكتاب والسنة. نرجع للكتاب والسنة لأنه لو فتحنا فرصة زي دي أي زول يجيب دي من أي زول يجيب طريقة براو يديك شغالة على كيفه بس عرفت الكلام ده. فهذا الأثر باطل باطل لأنه من رجل مجهول وإسناده كما قال محمد بشير السهسواني ظلمات بعضها فوق بعض. إسناد الأثر ده ظلمات بعضها فوق بعض لأنه في رواية تانية عند القرطبي في التفسير في نفس الآية دي الرواية جاب عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب ونفس الرواية لكن بصيغة تانية. وكذلك قالوا الأثر ده أورد البيهقي في شعب الإيمان. البيهقي ده قالوا برضو لو قلت أثر من الكثير ده باطل وأثر القرطبي ده برضو باطل ما عنده إسناد. البيهقي جاب له أثر في شعب الإيمان. أها كيف الكلام ده. طيب ترجع للأثر نفس الرواية دي جابها البيهقي في السند بتاع الأثر في السند بتاع الأثر في واحد اسمه اسمه عبد الرازق ابن عطاء ابن عدي. ده قال الرجل ده رجل تالف ده هو ذاته محمد بشير قال هذا الرجل رجل تالف. تالف ده سي لو قلت عليه زول هنا فهمته وجرحته الناس تقوم وتقعد عرفته زي الحزبيين عدسي ولا غيره ولا الهواري لو قلت له تالف الناس تقوم وتقعد كيف الكلام ده. شوف كنت ناس الرجال هنا قالوا كيف شوف الجرح هنا كان كيف. رجل ثاني ده ما عنده حاجه زلمة زي ما بقوله منتهي زلمة منتهي الرسمي عرفت الكلام ده. فالاثر بتاع البيهقي ذاته ما صحيح ما صحيح. اذا يا اخواننا كل الروايات دي الجابوها دي باطله سواء كانت روايه ابن كثير او روايه القرطبي في التفسير او الاثر جابه البيهقي في شعب الايمان. الحاجه الرابعه انه الايه ذاته في سياق ايه كما قال علامه ابن عثيمين في سياق الايه ذاته بترد على الاثر ده لان ربنا سبحانه وتعالى قال جاء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك قالوا والمجيء يكون إلى الإنسان في حياته. وده ما في مشكلة إنه الناس زمان الصحابة كانوا يمشوا للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبيسألوه إنه يدعو له ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لهم زول إذا وقع في ذنب أو خطيئة. فده كان موجود ما في إشكال. واسي ممكن تمشي لزول إذا أنت وقعت يعني في خطأ تقول له ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغفر لنا ربنا يسامحنا ما في إشكال. وده من التوسل الذي يجوز ما في مشكلة. لكن الكلام ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عرفت الكلام ده في حياة الرسول عليه السلام كانوا يجوه ويسألوا ربنا سبحانه وتعالى إنه يستغفر لهم ويشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية
في المتن ذاته بتاع الأثر قال جئت أستشفع بك إلى ربي. أستشفع يعني أطلب الشفاعة. الشفاعة بتطلبها من ميت؟ الشفاعة بتطلبها من غير الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل لله الشفاعة جميعا. وده حصر لأنه هنا مقدم الجار والمجرور، وده من يعني أبلغ أنواع الحصر كما قال العلماء. ربنا سبحانه وتعالى عنده شفاعة، وربنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحاجة الخامسة صياغة الآيات من فوق في سورة النساء، ربنا سبحانه وتعالى كان بخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. شوف الكلام ده بكون في موت النبي عليه السلام بعد ما الرسول مات ممكن يعظ الناس؟ هذا لا ينبغي عقلا فضلا عن شرعا، ما ينبغي، لأنه زول مات ده خلاص ينقطع عمله، ينقطع ما بي ثاني يعظ. فربنا قال ليه فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعدك ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهمت؟ فالآيات في خطاب للنبي عليه السلام، ربنا بخاطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأيضا عندها أسباب نزول كما ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره، وكذلك الشوكاني في فتح القدير عندها أسباب نزول الآيات ذاته. أخيرا بيجيبوا لك الشبهة دي ليه؟ الشبهة دي بيجيبوا لك ليه؟ في النهاية دار يوقعك في إنه الميت أو شيخه ده زي الرسول عليه الصلاة والسلام. لو ما زيه الحاجة اللي بتعملها للنبي عليه الصلاة والسلام لو كان بدأت توصل به تعمل إلى شيخه ذاته. فداري غاري لك ما بين يعني ما عليك ما بين شيخه والنبي عليه الصلاة والسلام في جواز العمل. زي ما أنت بتجوز يجوز لك إنك تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك يجوز لك تتوسل بأبونا الشيخ البرعي، تجوز لك تتوسل بأبونا المكاشفي. عرفت الكلام ده؟ ما في مقارنة يا زول بين ده وذاك، ما في أي مقارنة. ده زول فاسد داعي الشرك، وذاك الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فلو صح الأثر وبقى صحيح وبقى إنه يجوز التوسل بالنبي عليه السلام بعد وفاته، مع إنه باطل باطل، ما بجوز ما بجوز لك تتوسل بهذول زي البرعي، زول عفن زول عفن ساير رمة، عرفتها؟ رمة وميت وانتهى تحت، بقى عضام بقى رفات، لو جمعته في كيس والله بتاع صعود ما يتم لك، والصعود أفضل منه. عرفت الكلام ده؟ فما بجوز لك يا شيخنا تتوسل بميت أبدا، ما بجوز لك. أو عصوفي يجيب لك شبهة زي دي تسكت ساير، لا أبو تتعلم، تتعلم الرد على الشبه وكيفية الرد عليها. والزمن ده زمن علم، والله زمن ده زمن علم. زمان الناس كانوا بتجوز ساي جوطه ساي، عرفتها؟ وانتم بتاكلوا، الناس باكلوا الكسره، وناسنا بيزوجوا للشباب وكذا اوب ويزوق. لكن الليله دي قالت ما بجيبوا لك، ما بقول لك بياكلوا الكسره وكذا، لا لا، بيقول لك كما قال ابن كثير وكما قال ابن تيميه في الفتاوى صفحه 202، انت لو ما عندك علم في راسك تقعد تتلفت كذا، بقول لك نتلاقى ان شاء الله بعد بكره. ها بتضيع ساي، بتكون ضيعت روحك وركبت لك شبهه في راسك، ودي مصيبه كبيره. فنحن يعني وصيتنا لأنفسنا كطلاب علم وكدعاة أن نعرف هذه شبه وأن نعرف طريقة الرد عليها. ذل يحفظ ويقرأ ويجتهد، وربنا سبحانه وتعالى يعلم كل مجتهد بقدر اجتهاده وبقدر إخلاصه لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال وبقدر الهمم يرفع الله سبحانه وتعالى الذكر. بقدر همتك وإخلاصك لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيرفعك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما نقول واسمع. وقدم أخونا محمد كيك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.